كل الأشياء تغدو باردة وباهدة بعدما يطأها الزمن. ماذا أصنع؟ أريد أن أبتكر خطوطا وألوانا جديدة غير تلك التي يتعثر بصرنا بها كل يوم. كل الألوان القديمة لها بريق حزين في قلبي. هل هي كذلك في الطبيعة أم أن عيني مريضتان؟ ها أنا أعيد رسمها كما أقدح. حلوين عاملين إيه؟ فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون مميز جدا، ما تعملتش قبل كده في قناتي أو على اليوتيوب عامة. فيديو النهاردة هيكون عن يوم في حياتي بسيم الفينتج، هيكون من سلسلة فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون من سلسلة يومي المتميز. يعني إيه يومي المتميز؟ دي سلسلة أنا بإذن الله هبدأها معاكم في القناة. هنعمل فيها فيديوهات يوم في حياتي عادي بس بطريقة مميزة جدا. يعني إيه؟ النهاردة مثلا أنا حابة أعمل فيديو يوم بحياتي بس بالسيم القديم أو الفينتج زي ما احنا بنسميه. يعني المهم كل يوم في حياتي في السلسلة دي هيكون بسيم معين، يعني مثلا مرة فلوري وبينك وهكذا. بس مش عايزة أقول لكم باقي السيمات اللي أنا جهزتها لأني بقالي أكتر من أسبوعين وأنا بجهز في السلسلة دي. فبس يلا بينا نبدأ. حبيت اخترع السلسلة دي بحيث تكون حاجة مميزة وما تكونش الايام بتاعتنا كلها مكررة او شبه بعض. ده اول حاجة. تاني حاجة، انا جهزت مجموعة من السيمات او الحاجات اللي هنمشي عليها خلال اليوم. يعني فكمان عايزة اقتراحاتكم في الكومنتات لسيمات تانية عشان اعملها لكم باذن الله. يلا بينا نعيش حياة زمان ونبدأ يومنا القديم. بصي يا بنات، بصراحة انا فطرت قبل الفيديو، فطرت شاي بلبن عادي. بس بعد الفطار بقى بشوية عزت ان انا اكل حاجة حلوة، فهاكل البسكوتة دي بحبها جدا اللي هي بيمبو، فهاكل بسكوتة بقى او كده ونشوف هنبدأ يومنا ازاي. يلا بينا. طبعا زي ما انتم متعودين معايا دايما في اي فلوج بحب اعمل فقرة او جزء اوريكم الحاجة الهاند ميد اللي انا عملتها خلال اليوم. فالهاند ميد او الحاجة اللي عملتها النهاردة كانت كرافتنج. عملت الكاميرا بوكس دي، هوريها لكم دلوقتي بالتفصيل. هي الغطاء بتاعها بيتفتح كده ونقدر نحط فيها اي حاجة احنا حابينها. نقفلها تاني. دي كانت اول تجربة ليا في البوكسات في الكرافتنج، يعني ما كنتش قوي بعرف اعمل، فدي اول حاجة اعملها. انا عارفة ان يعني ما كنتش عتقت الاطراف بالشكل ده، كان ممكن يبقى احلى، بس النتيجة راضية عنها كبوكس اساسا يعني. وعمله لاني كان صعب شوية واول مرة ان انا زي ما قلت لكم اعمل حاجة زي كده. بس عايزة ارتب السرير بتاعي واطبق الفرش وكده، وعايزة الستيكرز والورق اللي قدامكم ده كله عاوزة انظمه في الفايل ده. هو بيكون فايل كده وجواه مجموعة من الشيتات. ودلوقتي فتحت كل الشبابيك اللي في الأوضة بحيث الشمس تدخل والهواء كمان. لازم كل يوم ان احنا نفتح كده ونهوي البيت كله مش بس الأوضة عشان يبقى الجو بتاعها حلو. دلوقتي عملت اهم حاجة في الحياة، هو ان انا اشغل صورة البقرة على الراديو ده. هبدأ اشغلها واقعد اسمعها وانا برتب في الأوضة بتاعتي وفي الحاجات وكده اللي عاوز تترتب. هحط الكوفيرتا بتاعتي في الغسالة، حاجة بحب اعملها كل فترة. طبعا ماما هتشغلي عليها. يعني كمان حاجة بحب اعملها ان انا انفض السرير بتاعي، وطبعا جنبي بتبقى شغالة صورة البقرة وانا بنفض بسمي 3 مرات كل فترة بحب اعمل كده، ومفروض كل يوم بس بنسى، بس بحاول. فحلو قوي ان احنا نفتح الشبابيك ونشغل صورة البقرة ونشغل بخور في الأوضة وننفض الفرش، ولو ممكن نغسل الفرش بتاعنا زي ما انا عملت كده. بس الموضوع بيبقى حلو قوي ومريح. شغل البخور كده
خطوة حلوة أو مهمة جدا إن احنا نعملها كل فترة، إن احنا ننزل الألعاب مثلا المتعلقة في الأوضة اللي محدش بيلعب بيهم أو كده، ونحرك أماكنهم، وكمان ننفضهم تنفيضة حلوة كده وتنظيفة، ممكن نغسلهم لو متوسخين قوي، ونغير بقى أماكنهم ونبدل الأماكن بتاعتهم زي ما أنا بعمل كده. الخطوة دي حلوة جدا وهتحسي بتغيير يعني، وكمان راحة نفسية. دلوقتي بقى عملت لي شاي العصاري بتاع زمان، بس انا مش شاي، انا عملت ليمون بالنعناع العصاري. يعني كانوا زمان بيحبوا وقت العصر انهم يقعدوا في البلكونات ويشربوا شاي وكده، بس انا عملت ليمون بالنعناع زي ما قلت، ده اللي هو بيبقى شويبس يعني، صبيته بس. وده بسكوت، بسكوت شاي سادة هشربه، هاكله معاه سوري. وبس هو ده اللي انا عملته يعني، وكانت قاعدة حلوة بصراحة، والجو كان كمان هدي والحر مشي شوية، فكانت قاعدة جميلة. حابة اشارككم حاجة انا عملتها، حاجة جميلة جدا، هي البرطمان ده. ده برطمان عادي، غلفت الغطا بتاعه وحطيت فيه ده زي قش كده، خليت بابا يجيبولي بصراحة، تعبته عشان يلاقي القش ده او كده. المهم حطيت فيه، كان عندي البطة دي بحبها جدا، بصوا عينيها ورمشها بحبها قوي، حطيتها وحطيت معاها البطة الصغننة دي كأنها بنتها، وعملته زي ديكور كده للمكتب بما اني بعشق البط. طبعا انا مش بعشق اكله، انا مش باكل اصلا غير الفراخ، اي لحوم تانية مش باكلها، بس انا قصدي يعني بعشق شكله، بعشق ان انا يبقى اجمعهم معايا مجموعة كبيرة جدا من البط والحاجات اللي زي كده، اني بحبهم قوي. فعايزة رأيكم في الديكور ده. بس كده يكون الفلوج بتاعنا النهاردة انتهى، يارب يكون عجبكم وحبتوه، وزي ما قلت لكم اكتبوا لي اقتراحات لسمات انتم عاوزينها. انا في سمات كتبتها يعني مجهزة لثلاث سمات تانية، بس عايزة بقى اقتراحات لسمات تانية نعملها غير دول يعني. بس باي باي.